السلام عليكم، اهلا وسهلا، كيف الحال؟ عساكم بخير. اليوم سوينا معكم، اليوم راح نسوي لكم برجر. المطعم ما هو موجود عندنا، جون عندنا معي وقالوا لا منا بجايينكم اللي هو ان ان اوت، عشان كذا ما انتم بجايين احنا بنسوي بنفسنا وبنا. خليكم مع الانترو، بعد الانترو بنحط لكم المقادير كلها. يلا بسم الله. طيب اول شيء عندكم الخبز، انا احس ان خبز اللوزين هذا افضل خبز يناسب الموضوع حقنا. نحمصه وبعدها نحطه على جنب، فماني معطيكم لقطه تحميص لان نروح للشيء الاهم اللي هو لحمتنا. طريقه لحم ان ان اوت اللي بنسويها الحين اول شيء دبل، وطريقه لحم ان ان اوت غير اللي تعودنا عليها او زي حقه شكشاك، فهذه تفرشها انت نفسك، حاول تخليها صغيرة بنفس الوقت تفرشها بنفسك أنت قبل لا تطبخ. يعني حركة شكشاك ما نسويها هنا، لأن هنا بنسوي حقة إن 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 أند أوت ظاهر اسمك. يعني تقريبا هي القطاعة اللي عليها نفس السمك، شوفوا يعني مرة صغيرة، فهذا المطلوب. بعدها ترش عليها فلفل ورشة ملح، ترش عليها الملح ورشة الفلفل يا بوي. زي ما تشوفون قاعدة تبخر الصاجة، فالحين نقدر نحط لحمتنا. بسم الله، نحط اللحمة الأولى، نحط اللحمة الثانية، وبرضه نرش رشة ملح عليها عشان آخر شيء تبغاه أنت أن اللحم يصير خالص. لو صار خالص الله يعينك، وإذا صار مالح برضه فيعني فشلنا نفس الفكرة. فالتوزينة لازم توزلها، يعني تجرب مرة مرتين ثلاثة لين تبدأ توزلها صح. بدأت العلامات تقول لنا يا نايف اقلب، زي ما انت شايف هنا استوت وهنا الاطراف استوت، خلنا نقلبها ونقوم. بسم الله بسم الله. شرحتين جبن، زي ما انتم شايفين صار معانا البرجر اللي نبغاه، فنحط اغراضنا على جنب ونبدأ نجهز البرجر. ملحوظة، دائما انتبه على الأشياء اللي قاعد تستعملها. زي ما انتم شايفين اللي قاعد تستعمله الحين بدأ يذوب من هنا وبدأ بلاستيك يميع من هنا، فهذا مرة خطر، والأشياء هذه مرة خطرة، فإذا أنت صغير لا تسويها إلا مع أهلك. ونجي الحين لتجهيز برجر إن أند أوت. الصوص حقهم بسيط وسهل، اللي يستعملونه هو 1000 آيلاند، فخذ اي شركه تعجبك، خذ منها 1000 ايلاند، حط الطبقه اللي تحت بالصوص زي ما انتم شايفين هيك، وتحط فوق الصوص خس امريكي. طبعا الخس الامريكي انا ما احب اكثر منه، فهذا اللي بحطه. ثم نحط شريحه توميتو ال توميتو، وتبدا الحين خذ عفن ونحط شريحه من البرجر حقنا. يا سلام، بصل مكرمل اللي سويناه، وانا عن نفسي بحط شوي صوص لانه يعني شويه صوص ما راح تضرك. ف حبتين صوص، ونحط شريحه البرجر الثانيه حقتنا. بسم الله، وبعدها نغطي برجرنا الجميل، وها هو. يا ساتر، هذا هو البرجر حقنا، برجر ان اوت. قال بسوي اخراج حس الدنيا. انت شايفين هذا البرجر جميل، برجر ان ان اوت اللي قدرنا نسويه احنا في البيت. خلونا نجربه ونقول بسم الله. طبعا ماني في البيت بس يعني كاني في البيت، يعني سويناها بنفسنا زي ما انتم شايفين سهل مره. خلونا نذوقه ونقول بسم الله. اوه لا لا، موزونة موزونة صح. عندك الصوص 1000 ايلاند، كثرت شوي انا زي ما شفتوا، بيتكبكب عليك وانت تاكل، وبنفس الوقت بصل مكرمل وعليه والخس وهو يتقرمش. اقيم الخس 9/10 لانه ممتاز مره. Really nigga. عرفت اللي التوزيعه موزونه صح، اللحمه وبنفس الوقت عندك البصل المكرمل معطي جو، الصوص زي ما شفتوا قاعد يخرخر علي لاني كثرت شوي، وعندك الخس، فالخس على البصل المكرمل شيء ذائب وشيء كذا قاسي قرمش، وانت تحس بالقرمش، ما ادري سمعتوها ولا لا.
ولكنه انا اقول لك شيره. فهي طريقه برجر ان ان اوت اللي معي يفتحون عندنا فسويناها بنفسنا فسووها وجربوها لان الشيء مره رهيب. اتمنى عجبكم المقطع، وان عجب كل مقطع لا تنسى تشترك في القناه وتتابعني في السناب شات. في مالنا.